رحلة شاقة قطعتها هذه الطفلة الغزية طلبا للعلاج. ميرا أبو عوكل تبلغ من العمر 10 سنوات، كانت ضمن 1000 طفل محظوظ نقلوا من وسط الخراب والحرب في غزة كي يتعالجوا في مستشفيات الإمارات. لكن رحلة شقائها بدأت مع بداية الحرب على القطاع، حينما أجبرت على مغادرة منزلها القائم في الشمال برفقة أسرتها هربا من الغارات الإسرائيلية، لكنها لم تنجو. ففي 27 أكتوبر تعرض منزل جارة ميرا لغارة إسرائيلية، ومن قوة الانفجار طارت ميرا وسقطت على الأرض وكسرت جمجمتها وأجزاء من وجهها. تسببت الإصابة بنزيف في دماغها. صار قصف عنا قريب من البيت اللي كنا قاعدين فيه، صار عندها كسر بالجمجمة وكسر بالوجه المنطقة الأمامية وكسر بالأنف ونزيف في الدماغ. بعد يومين عملوا لها عملية، شالوا لها عظمة من الجمجمة وسيطروا على النزيف. مستشفيات غزة لم تكن قادرة على إسعاف جميع الحالات التي تصلها بسبب ندرة الأدوية فيها وخروج العديد منها عن الخدمة، ناهيك عن اكتظاظها بأعداد كبيرة من المصابين، فلم يعد ممكناً استكمال العمليات الجراحية المتبقية لميرا. العلاج بوقت الحرب كان فيه صعوبة لضعف الإمكانيات لكثرة المصابين بالحرب، لأنه كان كل شوية يجي أقل شيء 10 إصابات 20 إصابة، فكان في ضغط في مستشفيات غزة بالعلاج، ضغط كتير كبير، وكان في حصار، ما كان في أجهزة طبية وأدوات طبية تفوت غزة، كان في صعوبة نوعا ما بالعلاج بغزة. مغادرة ميرا لغزة لم تكن أمرا سهلا، فبعد وصولها هي وشقيقتها إلى معبر رفح اضطرتا للانتظار هناك نحو 10 أيام إلى أن استقرت حالة ميرا وتمكنت من اجتياز المعبر وركوب الطائرة للعاصمة أبوظبي حيث ستتلقى العلاج.